بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مثل الزارع زي ما انتم عارفين بيتقرا في الكنيسه في الحدين اللي هما قبل صيام الميلاد. تكلمنا في الاحد الماضي عن ما هي البذره. البذره دي هي شخص المسيح نفسه اللي نزل من السماء حامل حياته لكي يزرعها في عالم الإنسان. لما تيجي تبص لأي شجرة كبيرة ومثمرة هي في أصلها بذرة. كل واحد فينا مسيحي أصله المسيح. كل القديسين اللي أنت تحبهم، كل الرسل اللي قايمة عليهم الكنيسة أصلهم نفس البذرة. عشان كده شبهتك بالشجرة، شجرة كبيرة المثمرة أصلها كانت بذرة فيها كل الحياة. كل القديسين وكل الرسل وانت وانا أصلنا هي هذه البذرة، بذرة الحياة. عشان كده الثمرة لازم هتطلع من نفس البذرة. اتكلمنا الكلام ده الأسبوع اللي فات وقلنا إن البذرة دي جاية من السماء ومتبقى اللي هتثمره حياة سماوية. بنعيش على الأرض، لسنا من هذا العالم فعلا، لأن أصلنا أصل إلهي. وزي ما أثمرت البذرة في القديسين لازم تثمر فينا، لأن الحياة فيها. لو ما أثمرتش العيب فينا مش في البذرة. وأعطانا المسيح كل إمكانيات الإثمار. اللي أنا هتكلم فيه النهاردة هو شخص الزارع نفسه. لما بولس الرسول اتكلم في البولس اللي سمعناه النهاردة قال لأن الأرض التي تشرب المطر الهاطل عليها مرارا كثيرة وتنبت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الله. البذرة اللي اتزرعت دي هي تفلحت لمين؟ لله، للمسيح. يعني البذرة اللي زرعها المسيح فلحها لأجله هو، عشان هو يأكل منها ثمرة ويفرح بيها. ولو جابت له ثمرة هيفرح وهتبقى بركة. عاوز أقول تاني إن أنا وإنت حياتنا للمسيح. المسيح منتظر إنه يأكل من عرق جبينه من حياتك. تقول لي طب وأنا أكل المسيح إزاي؟ أقول لك، مش هو قال أنا كنت جوعانا فأطعمتموني؟ إذن المسيح مستني منك إنك تأكله. طب وده أخويا بيأكل إيه المسيح؟ يعني إيه اللي يأكله ده؟ أعمل له إيه يأكله؟ بردك ما سبناش المسيح. قال طعامي أن أعمل مشيئة أبي الذي في السماوات. يعني إيه أكل المسيح؟ إن الواحد يعمل إرادة الله. طب أنا عاوز أأكل المسيح بقى، أعمل إرادة الله، أعمل كل الوصايا اللي أنا الله قال لي عليه. بيأكل إيه المسيح؟ يأكل المحبة. لما بنقدم محبة بعضينا لبعض المسيح بيشبع وبيفرح. إحنا اتفلحنا لأجل المسيح. أرجو إن الحتة دي تبقى محور الحياة. أنا عايش علشان المسيح، أنا عايش علشان أفرح المسيح وأكله وأشربه. طب وبيشرب إيه المسيح؟ صحيح، إيه اللي بيشربه؟ عمرك شو مرة سمعت المسيح بيقول أنا عطشان؟ طيب لما قال عطشان قدام السامرية إيه اللي أرواه عطش المسيح إلا إنها تابت ورجعت؟ فعرفنا كويس قوي بياكل ايه المسيح.
وبيشرب إيه المسيح؟ أنا لما أتوب توبت دي هتشرب المسيح. أنا لما ساعد واحد إنه يتوب أنا هشرب المسيح. وقال كده: أنا كنت عطشانا فسقيتموه. قالوا له: متى رأيناك جعان أو عطشان؟ قال: كل ما عملتموه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي أيضا قد فعل. إذن إحنا موضوعين علشان نفرح المسيح، لأنه البذرة اللي زرعها ده زرعها بتجسده وإخلاءه لذاته وبعدين رواها بدمه. اللي أنا عاوز أقوله لك، أنت كل مرة بتيجي قداس بتتناول، أنا بيتهيألي كده كأن المسيح بيروي البذرة بتاعته تاني. ما هيرويها بإيه غير بدمه؟ كل مرة بتتناول بتاخد تاني تجديد للحياة ونمو وارتواء للبذرة من دمه. ومنتظر المسيح إنك تفرحه. هقول الآية تاني: لأن الأرض التي تشرب المطر للهاطل عليها. ده مين؟ ده احنا عمالين نتناول وعمالين نسمع الكلمة وعمالين نيجي الكنيسة والإنجيل عمال يتقرأ في ودنا وبنقراه. ده المطر الهاطر علينا مرارا كثيرة. وأنا بقول المطر ده دم المسيح الحقيقي. تنبت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم. مين اللي فلحت من أجلهم؟ ده المسيح. تنال بركة من الله. أنا نفسي أبقى بركة للعالم. أنا بكلم بلسانك ولساني، نفسي إحنا نبقى بركة للعالم. المسيح عاوزنا بركة، يتبارك بينا العالم. صحيح، وفي ناس كده، في ناس تشوف يعني تشوفهم ولا يشوفوه أخذنا بركة. مش عشان أبونا ولا لا أبدا، صدقوني في ناس بركة في وسطينا، ويخش البيوت يخرجوا فيها سلام. ده مين؟ ده كل مسيحي خد بذرة الحياة وارتوى بدم المسيح لازم يبقى بركة. صلوا ان احنا نبقى بركة. دي صلاة حلوة. يا رب خليني بركة للناس. ما تستكبروش على نفسيكم انكم تبقوا بركة. ده احنا مدعوين ان احنا بركة للعالم كله. طب ده الجزء البوزيتيف. لكن أكمل النيجاتيف لأنه واقع علينا برضه. ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي غير مفلحة وقريبة من اللعنة التي نهايتها تكون للحريق. يا للخسارة، يا للخسارة بقى. يبقى جاب لنا المسيح بذرة الحياة الأبدية من عند الآب. الحياة التي كانت عند الآب أشرقت علينا وسكنت فينا وبعدين رواها بدمه مرارا كثيرا. لو ما جابتش البركة أو لو ما جابتش هتجيب إيه؟ هتجيب شخص المسيح، كلامه، محبته، غفرانه، طيبة قلبه، لطفه في المعاملة. لو ما جابتش دي فهي قريبة من اللعنة والحريق. ربنا ما يسمحش ان دي تكون يعني نهاية واحد خد الحياة. ولكن واقع، واقع ما نقدرش نغفله. وقال بردك بولس الرسول: الكم عقابا يكون أشر اللي أخد النعمة واصدر بدم العهد. الدم اللي بيتروى بيه يصدر بيه وما يجيبش الثمر كم عقابا أشر. لكن ما احناش من ده خالص. لكن أحب تاني أطمن قلبك، إحنا من أي نوع من الأرض دي؟ سمعت يقولك أرض طريق وأرض محجرة وأرض شوك. إحنا أنهي واحدة في دول؟ لا، ما احناش في دول خالص إطلاق. ده إحنا مغروسين في جسم المسيح. إحنا ملناش دعوة بدول خالص. ده دول أنا في رأيي ده العالم اللي بره.
لأن المسيح يعني ساعات الواحد يفكر هو في زر يعني فلاح كده يرمي البزرع على الطريق، تقول عليه ده ايه ده فلاح ده، ده البذرة دي غالية قوي ترميها في الطريق كده، طب ما انت عارف انها مش هتجيب، ترميها في وسط الشوك، طب ما انت لو فلاح شاطر ما مش هتطلع، ازاي يعني ده البذرة دي غالية، ولكن سمح المسيح ان اللي هيقع فيها هيسيبه. ده مين؟ ده انا وانت، احنا اللي شايلين البذرة لما بتمشي في الشارع، لما بتمشي في الحجارة وتتقابل مع القلوب المحجرة، ولا مع الناس اللي العالم واكلها زي الشوك، ده انت البذرة. لكن انت وانا ايه؟ احنا الارض الجيدة طبعا، لان احنا مغروسين في المسيح. مش هو قال كده؟ انا فيهم وهم فيا، يعني احنا في المسيح مغروسين، يعني احنا ارض جيدة، فاحنا ملناش دعوة خالص بالحجارة ولا بالشوك، ومش احنا دول، ده بقولك دول العالم اللي بره اللي احنا لما بنعدي فيهم بنبقى احنا البزار دي. وسمح المسيح ان احنا نعيش في وسط دول علشان ياخدهم فرصة يشوفوا النعمة اللي فينا والبركة اللي فينا ويثمروا. هذا هو المثل، عشان كده حطيته الكنيسة قبل موسم التجسد. تعرفوا ان الصيام هيبتدي من يوم الجمعة، صيام الميلاد، صيام التجسد، صيام الكلمة اللي هو ايه؟ حلول الله في وسطنا، اللي هي البذرة اللي هتتزرع وحنقعد نرويها بالدم والصوم كل الأيام لكي تثمر للمسيح ونكون بركة في العالم لربنا المجد للأبد. آمين.